بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنبدأ شرح منهج علوم سنة رابعة ابتدائي، المنهج الجديد الترم الاول، والنهاردة هنبدأ بأول درس مع بعض. يلا بينا كده نبدأ يا سنة رابعة عشان ما نطولش. بيقول لك ايه؟ ما هو الكائن الحي؟ ايه هو الكائن الحي؟ الاول كده خلينا نتعرف على الكائن الحي. هو ايه اللي بيفرقني عن الألم اللي في ايدي ده؟ ان الالم ده يا مستر شيء غير حي، اما انا كائن حي. طب برضو مش فاهم يعني ايه انت كائن حي والالم شيء غير حي. يعني إيه؟ انت بتاكل، هو مش بياكل، يبقى انت هنا بتعمل عمليه تغذيه، يبقى انت كائن حي. اما الالم مش بياكل، يبقى الالم شيء غير حي. انت بتتنفس، عمال تاخد نفس شهيق، هوا يدخل وزفير هوا يخرج، هو مش بيتنفس، يبقى انت كائن حي، هو شيء غير حي. انت بتتحرك، يعني تقدر تقوم تتحرك، تتنقل من مكانك تروح مكان تاني، تخرج من بيتك تروح المدرسة. اما هو لو حطيته في مكانه كده ما يقدرش يتحرك بنفسه، لازم حد هو اللي يحركه. يبقى اذا انت كائن حي، هو شيء غير حي. انت بتعمل عملية اخراج، لما بتاكل بعد شوية كده بتبقى عايز تروح الحمام، هو ما بيعملش حاجة، يعني يبقى انت كائن حي، هو شيء غير حي، وهكذا. يبقى اذا في حاجات بتميز الكائن الحي عن الشيء غير الحي. فهنا بقى الكائن الحي هو اللي بيتميز بالحاجات اللي قلناها دي: التغذية، النمو، الحركة، الإحساس، التنسيق، الإخراج، كل الحاجات ده هي بتميز الكائن الحي. يبقى الكائن الحي الكائنات الحية، سواء كانت بقى حيوان أو نبات أو إنسان. يبقى الكائنات الحية اللي على وجه الأرض إنسان حيوان نبات، إنسان حيوان نبات، لها احتياجات أساسية لكي تبقى على قيد الحياة. أي الخصائص التالية تتميز بها الكائنات الحية؟ كانت الحياة بتتميز بالنمو ولا بعدم الحركة ولا بالتنفس ولا بالإحساس؟ طبعا أول حاجة بتتميز بالنمو، أيوة ده كائن حي بتتميز بالنمو. عدم الحركة لا، بالعكس ده كانت الحياة بتتحرك، يبقى إذن دي خطأ. التنفس، كانت الحياة بتتنفس، أيوة بتتنفس. الإحساس بتحس، أيوة بنحس بالبرودة وبالحرارة وبالألم، يبقى كل دي إحساس، يبقى إذن دي برضو من ضمن الكائنات الحية. طيب دلوقتي بقى نتنين على الاحتياجات الأساسية للكائنات الحية. ايه الحاجات الاساسيه اللي اي كائن حي عايش على وجه الارض محتاجها عشان يدنه عايش؟ اول حاجه الماء، لازم يشرب، ان ما شربش هيموت، لان الماء ده اساسي للكائن الحي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى اذا الماء دي ضروريه لاستمرار الحياه. طب تاني حاجه ضروريه للحياه وهي الهواء. الهواء ان ما تنفسش هيموت، لو الكائن، لو احنا يعني ما قدرناش ناخد نفسنا. شوف حتى لما بنكون مثلا واحد تعبان او عنده مثلا قرشة نفس كده ولا حاجة ومش قادر ياخد نفسه، تلاقي عمال يلهس الهواء كده مش قادر، يقولك هموت، يروح جري بقى ياخد جرعات اكسجين عشان يعوض الكلام ده. فهنا الهواء ده مهم جدا، يبقى اذا الهواء ده ضروري لتنفس الكائنات عشان ما تموتش. طب من الاحتياجات الاساسية كمان الغذاء، الاكل اللي هياكله الانسان. هو احنا نقدر نعيش بدون اكل؟ اي كائن هيقدر يعيش بدون اكل؟ ابدا، يموت، ما يستحملش. عندي كمان المأوى، انك تلاقي مكان تسكن فيه بقى، سواء انت كنت انسان او حيوان او نبات، تسكن فيه ليه؟ يحميك بقى من حر الصيف ومن برد الشتاء وهكذا. يبقى اذا المأوى. يبقى انا عندي الاحتياجات الاساسية للكائنات الحية، عندي اربع احتياجات اساسية: الماء والهواء والغذاء والمأوى. الماء والهواء والغذاء والمأوى، تمام. طيب تعالوا كده بقى، يجي يقول لك ايه؟ قد تضطر الكائنات الحية للتكيف مع ظروف البيئة المحيطة بها للبقاء على قيد الحياة. هي بتضطر ان هي تتكيف مع ظروف البيئة اللي محوطة بيها عشان تقدر تدنها عايشة على قيد الحياة. فبيجي يديك بقى هنا مثال، بص كده بيقول لك: هل رأيت احدى هذه السحالة من قبل؟ بص كده على شكل السحلية اللي تحت دي، دي سحلية الصحراء. بيقول لك انت شفت السحالي دي من قبل؟ تعيش هذه السحالي في الصحراء الهين الجافة اللي ما فيهاش مية، بتعاني من ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، لان طبعا الصحراء بتبقى ايه؟ بتبقى الجو فيها حر جدا، يبقى بتعاني من ارتفاع درجة الحرارة الشديدة. طب ازاي بقى هذه السحلية بتقدر تحافظ على برودة جسمها في الحر الشديد دي؟ بتعمل ايه؟ قالك بتقوم بالبحث عن مناطق الظل. مناطق الظل دي اللي هي المناطق اللي هي بنسميها احنا بلغتنا كده الظل. يعني انت مثلا لما بتبقى ماشي في طريق كله حر وتلاقي الشجرة، تقول ايه؟ اما اروح اقعد تحت الشجرة دي شوية في الظل اللي تحتها.
يبقى الظلة دي اللي المكان اللي فيه ظل ما فيهوش شمس يعني، فهنا تقوم بالبحث عن مناطق الظل والبقاء فيها في الأوقات شديدة الحرارة. يبقى تقوم بالبحث عن مناطق الظل والبقاء فيها في الأوقات شديدة الإيه الحرارة، طول فترة الحر الشديد دي هي قاعدة في الأماكن اللي فيها ظل. طيب ودي اسمها إيه؟ قلنا سحلية الصحراء. تمتلك الحيوانات طرقا خاصة للتكيف تساعدها في البقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاسية. يبقى الحيوانات بتمتلك طرق خاصة عشان تقدر تتكيف، والطرق دي بتساعدها ان يدنها على قيد الحياة لما هتقدر تتكيف عشان تقدر تتعامل مع الظروف المناخية القاسية. يبقى تمتلك الحيوانات طرق خاصة للتكيف، الطرق دي بتساعدها على البقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاسية. طيب تعالى كده يجي يقول لك انظر الى الصور التالية ثم اكمل العبارات الموجودة اسفل الصور باستخدام الكلمات المعطوة. مديك هو كلمات الجحور، الاذان الطويلة، الفراء الكثيفة، السنام. ويجي يديك الصور دي كده، ركز معايا كده بالراحة. يقول لك ايه؟ مديك الصورة الاولانية دي صورة ايه؟ دي صورة خفاش. بيقول لك ايه؟ تمكنه نقط من سماع ادنى الاصوات حتى صوت حركات الحشرات. ايه اللي بتمكنه من سماع ادنى الاصوات؟ طالما سماع يبقى الجحور ولا الاذان الطويلة ولا الفراء ولا السنام؟ طبعا هي الاذان الطويلة. طب رقم 2، يخزن الدهون في نقط. الصورة اللي قدامنا دي طبعا الجمل، هو بيخزن الدهون في نقط مما يساعده على البقاء على قيد الحياة في البيئة الصحراوية الجافة التي يعيش فيها. الدهون طبعا بيخزنها في اللي فوق ده، اللي فوق ده اسمه ايه؟ اللي فوق ده اسمه السنام او السنام، تمام كده. يبقى بيخزن الجمل الدهون في السنام. طيب بص كده الصورة اللي بعدها، يجي يقول لك دي صورة الدب القطب. يقول لك تحافظ نقط على الجسم دافئا من برودة المناطق القطبية التي يعيش فيها. اللي بيحافظ على جسمه ان هو يدنه دافي من البرودة لانه عايش طبعا على الجليد زي ما احنا شايفين كده. طبعا اللي بيحافظ عليه هو ايه؟ هنقول له الفراء الكثيف. الفراء الايه؟ الفراء الكثيف هي اللي بتحافظ على درجة حرارة جسمه وبتخليه دايما دافي. طب بص على الصورة دي كده، يقول لك يختبئ في نقط هربا من حرارة الشمس. بيختبئ في ايه؟ طبعا بيختبئ في الجحور. بيختبئ فين؟ هنقول له في الجحور عشان يستخبى من حرارة الشمس. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده البطريق، ركز بقى في طائر البطريق ده. بيقول لك يعتبر المناخ احد اهم اسباب تكيف الكائنات الحية على مرور الزمن، ومن الامثلة على ذلك حيوان البطريق. بيغطي جسم البطريق ده ايه؟ البطريق ده لو جينا نبص عليه كده، الجسم بتاعه ده مغطى بايه قدامك؟ فرو كثيف ولا ريش ولا شعر كثيف؟ طبعا جسم البطريق كله مغطى، هنقوله بالريش. يبقى جسم البطريق مغطى بايه؟ بالريش. طيب اين تعيش البطريق؟ طب يا مستر البطريق دي بتعيش فين؟ بتعيش البطريق دي في مناخ قطبي في القارة القطبية الجنوبية اللي هي قارة انتاركتيكا. بتعيش البطاريق في مناخ قطبي في القارة القطبية الجنوبية شديدة البرودة، يبقى القارة دي كلها جليد تلج. بيقول لك جربت كده في يوم من الأيام تمسك قطعة تلج في إيديك كده؟ يعني لو حطينا قطعة تلج في الإيد كده تقدر تمسكها؟ تستحمل تمسكها؟ طبعا متقدرش تمسكها فترة طويلة، مجرد بتمسكها ما تكملش دقيقة وتلاقي إيدك مش قادرة تستحمل تمسكها. يبقى هل أمسكت ثلجا بين يديك من قبل؟ برأيك كم المدة التي ستتحمل فيها الوقوف فوق لوح من الثلج وأنت حافل قدمين؟ طب سيبك من إنك تمسك ثلج، بيقول لك هات لوح ثلج كده ودوس عليه برجليك وأنت حافي من غير حذاء، تحس بإيه؟ شفت أنت الإحساس اللي بتحسه ده؟ طبعا ستفقد الإحساس بأصابعك بعد حوالي دقيقتين، بعد دقيقتين خلاص مش هتحس برجلك تاني. طب تخيل بقى ده ليل مع نهار عايش في المنطقة دي او على الجليد اللي هو عايش فيه ده، سبحان الله. طب ازاي قادر يتكيف مع الكلام ده؟ ده اللي هناخده دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ مما يثير الدهشة ان اقدام البطاريق غير مغطاة بالريش. انت لو تلاحظ ان جسم البطاريق كله مغطى بالريش الا رجليه، سبحان الله الرجلين دي اللي بيقف بيها على الجليد. طب سبحان الله ازاي كده قادر يستحمل؟ بيقول لك ولكنها تتحمل الوقوف على الجليد طوال اليوم. الرجلين دي بتتحمل ان هو يقف على الجليد طول اليوم بالرغم من انها مش مغطاة بالريش. طب هنا بقى السؤال، يقول لك لماذا لا تتجمد اقدام البطريق؟ طب ليه بقى رجله بالرغم من انها مش مغطاة بالريش ازاي رجله ما بتتجمدش؟ ركز بقى هنا كده، عندك
في اوعيه دمويه موجوده في الجسم كله طبعا في البطريق. الاوعيه الدمويه ديت اللي هي حاجه زي الخراطيم كده بيمشي فيها الدم، خلاص، اللي هي عباره عن ايه، في عندك شرايين واورده وشعيرات دمويه، دي انواع الاوعيه الدمويه. طب المهم يعني هنا اللي يهمني اعتبرها كده خراطيم بيمشي فيها الدم جوه الجسم، في دم بارد وفي دم دافي. يبقى احنا كده خلينا نصنف النوعين اتنين من الدم اللي جوه الجسم، نوعين، في دم دافئ ودم ايه بارد. في اوعيه بيمشي فيها دم بارد، وفي اوعيه تانية بيمشي فيها دم دافي، وفي اوعيه تانية بيمشي فيها دم ايه دم دافئ، تمام. طيب الاوعيه اللي بيمشي فيها الدم الدافي هي الاوعيه اللي هي في جسم من فوق، في جسمه ايه من فوق اللي هو الموطى بالريش، ده اكيد الدم فيه دافي. وفي اوعيه تانية اللي بتبقى فيها دم بارد، دي اللي بتبقى في رجله من تحت، تمام. طيب يحصل ايه بقى؟ الاوعيه ديت اللي بتحمل الدم الدافي واللي بتحمل الدم البارد بيحصل ان هما بيتلامسوا مع بعض، بيلتفوا حوالين بعض كده. فلما بيلتفوا، احنا قلنا الجسم الاعلى في الحراره هو اللي بينقل الحراره للجسم الاقل في الحراره. يعني انا لما امسك كوبايه شاي بايديا، كوبايه الشاي اللي تنقل الحراره ولا ايديا هي اللي تنقل الحراره للشاي؟ لا، كوبايه الشاي هي اللي تنقل الحراره لايدك لان هي الاعلى في الحراره. طب انا لما امسك تلج في ايديا، ايدك هي اللي تنقل الحراره للتلج ولا التلج اللي ينقل الحراره لايدك؟ لا، ايدك اللي تنقل الحراره للتلج، لان انت درجه حرارتك 37 درجه، التلج درجه حرارته بيبقى طالع من الفريزر صفر، خلاص، يبقى انت اعلى، يبقى انت اللي تنقل الحراره للتلج، وهكذا. يبقى الجسم الاعلى هو اللي ينقل الحراره للجسم اللي الاقل. فالاوعيه او المواسير اللي ماشي فيها الدم الدافي هي اللي هتنقل الحراره للاوعيه اللي ماشي فيها الدم البارد. فالدم البارد اللي يحصله لما يتنقل له حراره يبدا يدفى هو كمان، فلما يدفى ما يخليش رجل البطريق تتجمد زي ما احنا شايفين كده. تاني كده بقى بالراحه، يبقى انا هنا بقول لك لماذا لا تتجمد اقدام البطريق؟ طبعا بالاضافه الى الميزات الاخرى مثل الريش الكثيف وطبقه سميكه من الدهون، تظل اقدام البطريق دافئه. ليه بقى؟ بفضل طريقه انتقال الدم داخل الاوعيه الدمويه في الاقدام. طب ايه هي الطريقه دي؟ بيقول لك في دم بارد في الاقدام وفي دم دافي في اجزاء الجسم. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك تلتف هذه الاوعيه الدمويه حول بعضها، وعندما تتلامس تنقل الاوعيه الدمويه الدافئه الحراره الى الاوعيه الدمويه البارده. يبقى الوعاء اللي بيحمل الدم الدافي بينقل الحراره للوعاء اللي بيحمل الدم البارد. يصبح الدم الذي يتدفق في الجسم كله غير بارد، يبقى الدم اللي بيمشي بقى في جسم البطريق كله بيبقى غير ايه؟ غير بارد. والدم الذي يتدفق في الاصابع بيصبح دافئا، الدم بقى اللي في رجليه من تحت كده في الاصابع بتاعت رجليه بيبقى ايه؟ دافئ. بما يكفي للحفاظ على الاقدام من التجمد، يبقى الدم اللي بيبقى في رجليه من تحت بيبقى دم دافي ما يخليش رجليه تتجمد. وصلت حتة البطريق؟ تمام. يبقى انا باختصار عندي اوعية دموية تحمل دم بارد واوعية دموية بتحمل دم دافي. الوعاء اللي بيحمل الدم الدافي بينقل الحرارة للوعاء اللي بيحمل الدم البارد، فالدم البارد بيتنقل الحرارة فيصبح هو كمان دافي، فعشان كده اقدام البطريق لا تتجمد لان الدم بيبقى دافي اللي فيها، الدم اللي فيها بقى ايه؟ دافئ. خلاص كده؟ طيب نكمل. فبيجي يقول لك كيف تساعد اقدام البطاريق في بقائها على قيد الحياه في المناخ البارد. نفس الفكره بقى هنقولها دلوقتي اجابات. تتلامس الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم الدافئ في الاجزاء الدافئه في جسم البطريق مع الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم البارد الموجوده بالقدمين الباردتين. لما بيتلامس الاوعيه الدمويه دي مع دي اللي يحصل يؤدي لانتقال الحراره الى القدمين، الحراره بقى تتنقل للقدمين بتوعه. طب تعالى كده يلا نشوف الاسئله دي. يجي يقول لك اختر الاجابه الصحيحه. رقم واحد، لا تتجمد اقدام البطاريق بسبب. رقم واحد، طريقه انتقال الدم داخل الاوعيه الدمويه ولا الفراء التي تغطي جسمها. اقدام البطاريق احنا لسه واخدين دلوقتي ما بتتجمدش نتيجه ايه؟ نقول له طريقه انتقال الدم داخل الاوعيه الدمويه، ان انت عندك اوعيه دمويه بتحمل دم دافئ واوعيه دمويه بتحمل دم بارد، بيحصل لهم ان هم بيتلامسوا، فالاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم الدافئ بتنقل الحراره للاوعيه اللي بتحمل الدم البارد، فبيحصل ان الدم البارد بيحصل له عمليه دفء، فهو ده السبب اللي بيخلي اقدام البطاريق لا تتجمد. رقم اتنين، اي الطرق التاليه تساعد الحيوانات في التغلب على انخفاض درجات الحراره؟ اي طريقه من دي بتساعد الحيوانات ان هي تقدر تتغلب على انخفاض درجات الحراره لما الجو يكون برد قوي، يغطي جسمها القشور ولا يغطي جسمها فراء سميكه؟ طبعا ان يغطي جسمها فراء سميك. خلاص كده؟ عندك مثلا زي الدب القطبي بيغطي جسمه فراء سميك، ليه؟ عشان يحميه
عند انخفاض درجات الحرارة، يعني يخليه يحس بالدفء. طيب عندي بعد كده رقم 3، أي المشكلات التالية تواجه الحيوانات التي تعيش في البيئات الباردة؟ الحيوانات اللي بتعيش في البيئات الباردة اللي هي الجليدية، أي المشكلات دي بتواجهها؟ الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ولا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة؟ طبعا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. طيب كمل. طيب عندي التكيف من أجل البقاء، التكيف من أجل الإيه؟ البقاء، عشان يدل إنه عايش فلازم يتكيف عشان يدل إنه عايش. يقول لك إيه بقى؟ تلجأ الكائنات الحية إلى التكيف مع ظروف البيئة نتيجة إيه؟ اختلاف وتنوع البيئات الطبيعية ولا تنوع الغذاء ولا كلاهما؟ الكائنات الحية بتلجأ إلى التكيف مع ظروف البيئة نتيجة كل دول، يبقى اختلاف وتنوع البيئات الطبيعية وتنوع الغذاء ولا كلاهما؟ نقول له كلاهما. طب طرق التكيف ايه هي طرق التكيف؟ هنقول له هي الخصائص التي تساعد الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة، والتكاثر في النظام البيئي الذي تعيش فيه. تاني، يبقى طرق التكيف هي الخصائص التي تساعد الكائنات الحية، تساعدها على ايه؟ هنقول له البقاء على قيد الحياة، تدنها عايشة. وايه تاني؟ والتكاثر في النظام البيئي، التكاثر دي ان هي تخلف أفراد جديدة ويزيد عددها، خلاص؟ والتكاثر في النظام البيئي الذي تعيش فيه. طب التخفي في بعض الحيوانات، تخفي في بعض الايه؟ الحيوانات. تركز معايا كده، بيقول لك يختلف لون الفراء في الحيوانات ليساعدها على التكيف مع البيئة التي تعيش فيها. يبقى لون الفراء بيختلف عشان يساعدها على البيئة اللي بتعيش ايه فيها. فمثلا بص كده، ده الدب القطبي وده الدب البني والأسود، الدببة البنية والسوداء. الدب القطبي لو جينا نبص على صورته، بص كده اللي بعيش من اسمه دب قطبي، يعني عايش في القطب في الأقطاب، يبقى في القطب الشمالي. يبقى إذن هنا الدب القطبي هنقول له يعيش في القطب الشمالي البارد. طبعا الأقطاب زي ما احنا متفقين تبقى أقطاب باردة جليدية، كلها جليد زي ما احنا شايفينه. يبقى هنا الدب القطبي هنقول له بيعيش في القطب الشمالي الهين البارد. طب بيمتلك فراء بيضاء كثيف، شفت الفرو بتاعه؟ ابيض وكثيف يعني كتير، يعني فراء بيضاء ايه؟ كثيفه، تقيله جدا، شوف شعر كتير جدا، الفرو بتاعه كتير ازاي. يبقى اذا يمتلك فراء بيضاء كثيف. الفراء دي بتساعده على ايه؟ هنقول له تساعده على الشعور بالدفء، لانه عايش في منطقه اصلا تلج جليد. فاذا الفراء ده وظيفته اول حاجه ان هو بيساعده على الشعور بالدفء، وتاني حاجه بيساعده على التخفي بين السلوك، لان هو الفرو لونه ابيض لون التلج، فمن بعيد ما تشوفوش، يبقى يساعد على التخفي بين السلوك. ليه؟ للانقضاض على الفريسه، عشان يستخبى من الفريسه بتاعته، يبقى للانقضاض على الفريسه. يبقى اذا الدب القطبي، الدب القطبي ده بيعيش في القطب الشمالي البارد، بيمتلك فراء ابيض كثيف بيساعده على الشعور بالدفء والتخفي بين السلوك للانقضاض على الفريسه. طب نيجي هنا بقى للدببه البنيه والسوداء. بص كده على شكل الدب البني اللي قدامنا ده، دي بتعيش فين بقى؟ دي مش في المناطق البارده، اللي بيعيش في المناطق البارده هو الدب القطبي. اما هنا الدببه البنيه السوداء دي بتعيش في الغابات، بتعيش فين؟ في الغابات. تمام. تمتلك فراء داكنه اللون، داكنه اللون يعني غامقه، معنى كلمه داكن يعني غامق. تاني حاجه بتساعد على التخفي بين الاشجار اثناء الصيد، الفرو الداكن ده بيساعدها ان هي تقدر تستخبى او تختفي بين الاشجار اثناء الصيد وهي بتصطاد. طب يبقى تاني، يبقى الدببة البنية والسوداء نقول له تعيش في الغابات، تمتلك فراء داكنة اللون، الفراء دي بتساعدها على التخفي بين الأشجار أثناء الصيد. طيب عندي بعد كده ثعلب الفنك، وعندي الوشق المصري اللي هو القط البري. خلي بالك بقى من الاتنين دول، يبقى عندك ثعلب الفنك وعندك الوشق المصري اللي هو القط البري. الاثنين دول بيعيشوا فين يا مستر؟ بيعيشوا في الصحراء. يبقى ثعلب الفنك والوشق المصري الاثنين بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الصحراء. بيمتلك فراء ذهبي، يبقى ثعلب الفنك لو جينا نبص عليها تلاقي الفرو بتاعه لونه ذهبي. الفرو ده بيساعده على ايه؟ على التخفي. هو ايه اللي موجود في الصحراء؟ رمل. يبقى اذا التخفي في رمال الصحراء، يبقى بيساعده على التخفي في رمال الايه؟ الصحراء. تاني، يبقى انا عندي ثعلب الفنك بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء. الفرو بتاعه لونه ايه؟ لونه ذهبي، يبقى اذا يمتلك فراء ذهبيه اللون. الفراء دي بتساعده على ايه؟ هنقول له التخفي في رمال الصحراء، التخفي في رمال الايه؟ الصحراء. طب عندي سحالي الصحراء، لو جينا نبص كده سحالي الصحراء دي شكل سحليه الصحراء ايه؟
من اسمها هي بما انها سحلة صحراء يبقى بتعيش فين يعني؟ تعيش في الصحراء، يبقى اذا هنقول له تعيش في الصحراء. طب بتمتلك ايه؟ السحالي عموما بيغطي جسمها حراشيف، يبقى اذا تمتلك حراشيف ملونة. حراشيف ايه؟ ملونة. يبقى الجلد بتاع السحلية ده اسمه ايه؟ اسمه حراشيف، وهنا الحراشيف ملونة زي ما احنا شايفين ايه. طب الحراشيف دي وظيفتها ايه؟ تساعدها على التخفي بين الصخور الملونة في الصحراء. يبقى الحراشيف الملونة بتاعة السحلية بتساعدها على التخفي بين الصخور الملونة فين؟ في الصحراء. تخفي في الصخور الملونة بتاعة الصحراء. طيب يجي بقى يقول لك ايه؟ هل تعلم يتغير لون الفراء لبعض الحيوانات بتغير فصول السنة؟ مثل ايه؟ مثل الثعلب القطبي، بيتغير لونه بتغير فصول السنة، يبقى لونه أبيض مثلا في الشتاء ويجي على الصيف قلب بقى بني، بإذن يتغير لون فراء بعض الحيوانات بتغير فصول السنة مثل الثعلب القطبي. طب ايه هو بقى التخفي؟ يعني انا كده ندخل على التخفي. التخفي هو أحد أنواع التكيف، ده نوع من أنواع التكيف الذي يساعد الحيوانات على الاختفاء. من اسمه تخفي يعني أنه يختفي، يعمل دي سبير اختفاء. من الحيوانات المفترسة، هو يستخبى منين؟ من الحيوانات المفترسة. التخفي هو أحد أنواع التكيف، يبقى التخفي ده نوع من أنواع التكيف اللي بيساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى فريسات. يبقى اللي بيعمل التخفي ده حاجة من اتنين، يا إما يكون هو أصلا كائن ضعيف فبيستخبى من الحيوان المفترس، الحيوان الأقوى منه عشان ما يأكلوش، أو يكون هو أصلا حيوان قوي بيستخبى من فريسته عشان لو فريسته شافته هتجري، فهو بيستخبى منها لغاية ما يدنه يعني مترصد لها كده لغاية ما يروح يهجم عليه. فهنا يبقى التخفي أحد أنواع التكيف، بيساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى الفريسة. تمام، تعالى كده يلا نجاوب على الأسئلة دي. بيقولك إيه؟ أكمل العبارات الآتية بالكلمات دي: الفراء البيضاء، الصحراء، الفراء الداكنة، الحراشيف الملونة. رقم واحد، تساعد الفراء الذهبية الحيوانات على التخفي فيه. خلي بالك هنا الفراء الذهبية، طالما قال الفراء الذهبية على طول دماغي راحت لمين؟ لثعلب الفنك. يبقى هنا دي بتساعده على التخفي فين بقى؟ أنا أقول له في الصحراء، لأن ثعلب الفنك عايش في الصحراء. رقم اتنين، تساعد نقط السحالي على التخفي بين الصخور. طالما قال لك كلمة سحالي أوتوماتيك وأنت مغمض، السحالي بيغطي جسمها إيه؟ هنقول له الحراشيف الملونة. رقم تلاتة، تساعد نقط الحيوانات التي تعيش في القطبين على التخفي بين الثلوج. إيه اللي بيساعد الحيوانات اللي بتعيش في القطبين سواء الشمال أو الجنوب على إن هي تستخبى من الثلوج؟ هنقول له الفراء البيضاء، لأن الفرو الأبيض زي الدب القطبي كده بيساعده على التخفي بين الثلج. رقم أربعة، تساعد نقط الحيوانات التي تعيش في الغابات المظلمة على التخفي. إيه اللي بيساعد الحيوانات اللي بتعيش في الغابات؟ طالما الغابات على التخفي يبقى على طول الفراء الداكنة، ودي زي الدب البني والأسود. طيب كده بنكون الدرس الأولاني خلص، أرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله استنونا في شرح باقي دروس المنهج بإذن الله. ما تنساش تضغط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس. ضروري جدا تفعل زر الجرس عشان باقي الدروس لما ارفعها يوصلك بها إشعار، لأن في ناس تقول لي إحنا ما بيوصلناش إشعارات بالفيديوهات اللي أنت بترفعها، فانت عشان يوصلك اشعار لازم تكون مفعل زر الجرس ده، عشان اول ما ارفع الدرس يوصلك تنبيه كده ان يتم رفع الدرس التاني، فتيجي تتابعه ان شاء الله. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.